حاول يوزع فايز مازال تكوير بعاوزته يمشي عصام لمسة الخلف كرة مرفوعة في القائم الثاني بالرأس 1-0 1-0 عن طريق السفاح يفعلها زار ويسجل أول هدف المباراة يسجل ذهاب ويؤكد إياب نعم يسجل 1-0 لوليد هدية ورأسية من أروع ما يكون الكروس كان مليمتريك على مستوى القائم الأول أو الثاني يا سادة غياب للرقابة وليد زار متعودة دائما يسجل أول أهداف المباراة شوف اللمسة شوف الامداد بدون رقابة ولا واحد يضغط مش ممكن شوف التوزيع بوم بالرأس ولا أروع يا ولد يا ولد يا ولد سير يا وليد سير وليد الزار يسجل أول أهداف المباراة 1-0 لصالة عجمان البركان يسجل أول أهداف المباراة 1-0 لمصلحة نادي عجمان ممتاز جدا الكروس ولا أروع الرأسية الارتقاء مستحيل على الحارس عيسى أحمد الهوتي 1-0 ممتاز الكنترول عادت للخلف عن طريق ليوناردو يمشي ليوناردو حاول يعدي ليوناردو ممتاز لاسيست الرأسية والحارس والتعادل بروعة ممتاز التعادل ولا أروع عبد العزيز حمد يعدل عبد العزيز حمد يعيد المباراة لنقطة البداية ولا أروع الكروس من ليوناردو بالملي يا ولد والرأسية مطرقة قوية تباغت الحارس علي محمد الحسني وتعيد المباراة لنقطة البداية قلت لكم سيداتي مشاهدينا فاضل بأنه مباراة ولا أروع لحد الآن شوف الكروس ولا أروع بوم بالرأس ولا أروع هدف التعديل عفوا كانت بالحارس علي محمد الحسني لكن بينه وبينكم كانت صعبة نعم صعبة لكن شوف اللمسة يا ولد يا ولد يا ولد بريد الكتروني يا ولد بريد الكتروني بالمل يا ولد الله عليك الله عليك ليوناردو نعم ليوناردو على مستوى التنفيذ كرة مرفوعة بالرأس الدفاع وهدف ثاني هدف ثاني ولا أروع ممتاز جدا يفعلها ليوناردو يسجل هدف الثاني يقلب الطاولة يقلب كل الموازين ويسجل ثاني أهداف المباراة هفوة قاتلة بعت على مستوى الدفاع وليوناردو يسجل ثاني أهداف المباراة قلت لكم بأنه اتحاد كلبة سيقلب الموازين نسخة كربونية لمباراة الذهاب يؤكد إياب شوف اللمسة ولا أروع يا ولد يا ولد يا ولد ممتاز جدا ليوناردو في القائم الثاني في الباي باي الحارس علي محمد الحسني 2-1 سكور ولا أروع من ليوناردو اسيست وهدف مان اوف ذا ماتش من تو نقول لك انت رجل المباراة يا ولد ليوناردو يفعلها ليوناردو يسجل ثاني اهداف المباراة يتقدم نادي اتحاد كلب كرة وتوزيع خطيرة وجول هدف ثاني عن طريق وليد زارو يفعلها وليد يسجل ويعدل النتيجة ممتاز جدا وليد أخصائي الكرة الهوائية رأسية لا تصد ولا ترد تباغت الحارس عيسى أحمد الهوتي وتعيد المباراة لنقطة البداية أي امداد وأي عرضية وأي كرة وطلب الكرة في السليم وليد نعم في السليم الكروس والرأسية صعبة لعيسى أحمد الهوتي هدف ثاني لصالح نادي عجمان نعم يفعل عجمان ويعدل النتيجة البركان يضرب في المليان عن طريق المغربي يسجل يعدل بطريقة في منتهى الروعة هدفين لهدفين بين الفريقين 2-2 بين نادي اتحاد كلبة ونادي عجمان محاولة المرور انطلاقة كرة أمامية الرأسية خطيرة جول يفعلها السفاح نعم يفعلها السفاح وليد زارو يسجل الهدف الثالث يسجل الهدف الثالث لصالح نادي عجمان ولا أروع وليد زارو يسجل هدف في منتهى الروعة نعم عريس المباراة وليد زارو رأسية لا تصد ولا ترد هدف ثالث من أروع ما يكون 3-2 لعناصر نادي عجمان 3-2 لعناصر نادي عجمان شوف اللمسة ولا أروع الرأسية في مرمى الحارس عيسى أحمد الهوتي هدف ثالث من أروع ما يكون الهاتريك لوليد
التريك لوليد انصارو يسجل ذهابا يؤكد ذهابا اللاعب القناص مراب الحراس وليد ملعوبة طويلة التوزيع علي مدن التسديد والدفاع تعود من جديد عن طريق لوكا يمشي لوكا لوكا يدخل لوكا يوزع والابعاد والابعاد من الدفاع ميتشال والهدف الرابع والهدف الرابع عن طريق السوبر اتزارو يفعلها وليد ويسجل الرابع هدف المباراة 4-2 للسوبر وليد اتزارو سوبر اتريك للسوبر وليد 4-2 تنهي الحكاية تنهي الرواية مبروك لنادي عجمان النقاط الثلاثة في هذا النزال شوف الكرة المرتدة كانت مثالية الهدف كان في الجهة اليسار عاد ومر الجهة اليمين شوف المرتدة المثالية الانطلاقة شوف وليد أو علي مدن المراوغة كانت رائعة ثم التوزيع في المرحلة الأولى التسديدة والمتابعة كانت من اللاعب لوكا على مستوى الامداد كالعادة هفوة كانت قاتلة من الدفاع والتسديدة القوية من وليد اتزارو وليد وليد من أين خرجت يا رجل لم أراك لكن شفتها في المرمى الهدف الرابع كان رائع 4-2 لصالح وليد اتزارو أمام نادي اتحاد كلبة 4-2 لنادي عجمان طريق وليد اتزارو 4-2 والسوبر أتري.